بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن المرسيدس أكتروس. طبعا كلام النهاردة عن أي حد عايز يشتري مرسيدس أكتروس لازم يسمع الفيديو بتاع النهاردة، مهم جدا يعرف من خلال الفيديو المميزات والعيوب اللي هي موجودة في عربية مرسيدس أكتروس. طبعا في ناس هتقول هو في عيوب في العربية أو في مزايا، هو طبعا أي حاجة ليها مزايا وليها عيوب. نتكلم طبعا ونبدأ يعني عشان نبقى يعني في مصداقية وشفافية، نبدأ بالمزايا الأول، لأن المزايا طبعا أكتر بكتير جدا من العيوب، أو ممكن العيوب اللي احنا بنتكلم عنها متبقاش عربية عيوب في العربية نفسها، دي عيوب تخص المنطقة بتاعتنا أو الثقافة بتاعت الصيانة بتاعتنا أو التشغيل في العالم العربي أو في مصر خاصة. هنتكلم عن المزايا الأول. مزايا طبعا العربية، أول حاجة زي ما احنا شايفين كومفورتبل، يعني الشاحنة بتاعتي أو الكابينة بتاعتي فيها وسائل الراحة بطريقة يعني كويسة جدا وجيدة جدا زي ما احنا شايفين في الصور اللي قدامنا. شكل الكابينة، اتساع الكابينة، الكرسي، كرسي السواق طبعا، ونظام التعليق بتاعه والقرب الهواء ونظام التحكم في الكرسي بتاع السائق والسرير اللي موجود في الكابينة. طبعا حاجة كده يعني ايه، الشركة عاملة حاجة بحيث إن السائق اللي يكون على الطريق ده يبقى فيه متوفر ليه بيئة عمل مريحة جدا، لأن طبعا بيبقى فيه فترات عمل طويلة جدا لسائق الشاحنات، خاصة الشاحنات اللي هي أون رود اللي هي بتسافر على الطريق مش شغالة في المواقع مثلا أو بتخلص اللي هو الشفت 8 ساعات. فطبعا طبعا هو موفر له بيئة عمل ممتازة زي ما احنا شايفين في الصور اللي قدامنا. يعني الراحة أولا في التعامل، الرفاهية، التحكم في الشاحنة بقى سهل جدا، إن هو من خلال أزرار صغيرة قدامه في الدريكسيون أو في العربية بيقدر يتحكم في الشاحنة بالكامل زي ما احنا شايفين. طبعا من خلال الزراير الموجودة في الدريكسيون دي بيقدر يتحكم في الطار بتاع طارة الدريكسيون، يتحكم في المعلومات اللي بتتعرض عنده على شاشة الأعطال أو شاشة العدادات، ومن خلال الزر دي برضو ممكن يتحكم في السي دي بلاير أو الكاسيت بتاعه. ممكن برضو من خلال نقلات الحركات أو نقلات الغيارات من خلال يد صغيرة كده بيتحكم فيها من نقلات الغيارات، ما بقاش فيه بقى العصاية اللي هي المحتاجة مجهود مثلا من السواق. فتحات توزيع التكييف أو الهواء البارد داخل العربية بقى مصممة بطريقة برضو جيدة جدا زي ما احنا شايفين، بحيث ان هي توفر جو بيئة عمل مناسب جدا للسائق. شكل الكابينة من الداخل طبعا زي ما احنا شايفين كده، طبعا ممكن برضو يقعد على الكرسي التاني في مساحة فاضية كبيرة انه ممكن يتحرك داخل الكابينة، بإضافة طبعا ان في تلاجة داخل الكابينة زي ما احنا شايفين في الجزء اللي هو التلاجة، ممكن يحط فيها خضروات طبعا أو الفاكهة لو هو مسافر، بحيث إن هو يوفر كل الأكل اللي محتاجه خلال فترة العمل بتاعته، هو يحط فيها كمية المياه المعدنية أو المياه اللي محتاجها خلال فترة الشغل. شماس طبعا عشان تحميه من الشمس خلال انتقاله في البيئات المختلفة. طبعا طبعا زي شكل الكابينة طبعا جميل جدا. كراسي، الكراسي برضو سهلة الطي، إن ممكن الكرسي يتم ان هو يطي ويتفرد تاني او يتني ويتفرد تاني، بحيث ان هو لو مفيش حد معاه ممكن يتني الكرسي بتاع الكوبريتور او اللي هو التباع او او الباسنجر اللي هو الكرسي اللي جنب السواق، يتطبق كده وبحيث ان هو يسهل له الحركة داخل الكابينة. يعني دي اول حاجة طبعا، ده السرير الموجود داخل الكابينة طبعا بيطي ويتفرد تاني، شايفين طبعا الشكل عامل ازاي. دي اول ميزة او من مزايا الشاحنة. هنشوف حاجة تانية برضو، دي الفايلات دي يعني ايه من شركة مرسيدس طبعا. تاني حاجة ان الكابينة نفسها مصممة بأكتر من تصميم، يعني هي مش ديزاين، مش شكل واحد، في أكتر من مقاس، في اس كاب وام كاب وال كاب، ده نوع الكابينة طبعا أو شكل الكابينة زي ما احنا شايفين قدامنا. هندخل على النقطة اللي بعد كده،
طبعا من مزايا الشاحنة عندنا اللي هو المحرك بتاع الشاحنة ونظام الانجكشن بتاعي والفويل سيستم الموجود في المحرك، بيوفر له طبعا اول حاجة اللو فويل كونسامشن اللي هي استهلاك الجاز بتاعي اقل ما يمكن. الانتليجنت انجن سيستم طبعا في نظام تحكم ممتاز في المحرك بتاعي عن طريق ان انا بعرض كل حاجة تخص المحرك على الشاشة، ممكن اعرف من خلال شاشة الاعطال بتاعتي او شاشة العدادات اعرف الاويل ليفل بتاعي، اعرف الاويل بريشر، اعرف ضغط الزيت، اعرف ده مستوى الزيت، ممكن ادخل على الشاشة اعرف البطارية بتاعتي فيها قد ايه. تمام. طبعا الانتليجنت سيستم بتاع المينتنس بتاعي اللي هو الدبليو اس او المينتنس سيستم بيديني انتيرفالز انه ممكن ينبهني بنظام الصيانة ان انا فاضل قد كام كيلو مثلا على الصيانة بتاعتي، وبعدين بعد ما اخلص الصيانة بعمل سيتنج لي او بعمل ان انا خلاص خلصت الصيانة بتاعتي، بحيث ان هو يسجل عنده ان انا عملت الصيانة للشاحنة بتاعتي. دي من مزايا الشاحنة. في حاجة برضو تانية ان هو بتوفر لي طبعا قدرات كبيرة جدا للشاحنة وحمولات يعني او احمال ممكن تشيلها اكتر اكتر من الشاحنات القديمة. وتصميم الشاحنة طبعا بيبقى سهل جدا في عمليات الصيانة زي ما احنا شايفين، ان انا ممكن انزل الكابينة خالص كده يبقى المحرك قدامي الدنيا فيها ايه متسع ان انا اعمل اي صيانة محتاجها، عايز اغير اي قطعة، بخلاف شاحنات تانية او شاحنات اقدم ما كانش متاح ان انا ممكن اعمل كده او ما اقدرش ان انا اقدر اشتغل بالطريقة دي. طبعا نظام التعليق بتاعي في الشاحنة برضو ده من مزايا بتاعة الشاحنة. في طبعا اللي احنا عارفين فيه الليف سبرينجز وفي اللي هو الاير باج، سوري انا الليف سبرينجز والاير سبرينجز، طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا ده نظام اللي هو الليف سبرينجز السوست الورقية، وفي نظام تاني بنشتغل عليه اللي هو الاير سسبنشن اللي هو بيبقى نظام الايرب طبعا، وبتحكم فيه من خلال الكابينة برضو، يعني انا مش محتاج ان انا اعمل حاجة خارج الكابينة، السواق من داخل الكابينة بيقدر يتحكم في العربية بالكامل طبعا عن طريق اللي هو لوحة الكنترول او دراع التحكم ده الموجود اسفل الكرسي او بجوار كرسي السائق، بيقدر يتحكم في الليفل بتاع العربية بتاعتنا. طبعا بيظهر له على الشاشة برضو عشان نقدر نتفادى الأعطال اللي هي غير مجدولة أو الأعطال اللي بتظهر عندي فجأة، فلازم أكون طبعا من خلال الشاشة بتاعتي بعرف كل حاجة تخص العربية. زي ما احنا شايفين بيديني الباتري بتاعتي باقي فيها قد إيه، يعني لو في مشكلة عندي في البطارية بيظهر عندي على شاشة الأعطال أو شاشة العدادات بتاعتي. طبعا العربية في موديلات منها كتير اكتر من قدرة باور او ترانسميشن مختلف، طبعا في اللي هو 12 غيار في اللي هو 16 غيار، طبعا دي اشكال مختلفة للكابينة بتاعتنا بأبعاد مختلفة عشان تناسب جميع المواقع وجميع بيئات العمل. تمام. نشوف برضو حاجة تانية من مزايا الشاحنة عندنا ان هي مصممة برضو بخامات متينة جدا وابعاد مناسبة للشاسيه بتاع العربية والاجزاء اللي هي مصممة للسسبنشن، بحيث انها تتحمل بيئة العمل في الاماكن اللي هي الشاقة زي ما احنا شايفين كده، في مثلا في الايرث موفينج او في المواقع اللي هي في الصحراء زي ما احنا شايفين. طبعا دي بيحتاج ان يكون متصنعة من خامات عالية في الكفاءة والجودة عشان تقدر تستحمل التضاريس بتاعة الموقع ده والاهتزازات الجامدة الناتجة عن الحركة في بيئة العمل دي، زي ما احنا شايفين طبعا متصنع منها اللي هو تراك ميكسر اللي هي خلاطات، متصنع منها طبعا القلابات، مصنعين منها برضو اللي هو الجزء بتاع الكونكريت بامب، مضخات الخرسانة، وطبعا جميع الشاحنات دي بتشتغل في أماكن طف جدا أو اللي هي في طف تاسكس اللي هي مهمات صعبة جدا للشاحنة، يعني مش هتمشي على طريق سهل ممهد، لكن بتمشي في طرق صعبة كلها صخور مثلا معرضة للفايبريشنز العالية جدا، فلازم تكون مصممة من خامات عالية في الجودة والمتانة عشان تقدر تكمل مهمتها في الشغل أو في بيئة العمل. برضو ميزة تانية من مزايا الشاحنات المرسيدس أكتروس إن قطع الغيار بتاعتها متوفرة في جميع الأماكن،
بأسعار يعني في المتناول، إن هي أسعار كويسة جدا متوسطة يعني، مش غالية ومش مكلفة. دي ميزة من مزايا شاحنات مرسيدس أكتروس. زي ما احنا شايفين طبعا دي موديلات مختلفة من الشاحنة، تمام. فده طبعا ايه يعني، دي يعتبر جولة سريعة في المزايا بتاعت المرسيدس أكتروس. وهنضيف عليها يعني كام نقطة تانية مش موجودة في الملف اللي قدامنا، لكن هي برضو من الحاجات اللي ممكن من خلال التجربة، من خلال التعاون مع الشاحنة، نقدر نقول ان هي من مزايا العربية. ان اول حاجة قلنا طبعا نضيف لحتة الكابينة والراحة داخل الكابينة، الاضاءة داخل الكابينة طبعا حاجة ممتازة جدا. لو في شغل في فترة مسائية او في الطريق مثلا بالليل، فانا ممكن اوفر اضاءة. الشركة عاملة إضاءة متوزعة بطريقة جيدة جدا داخل الكابينة، بحيث إن أنا لو عايز أسجل حاجة أو أقرأ حاجة أو يبقى في إنارة عندي داخل الكابينة، فدي برضو حاجة من مزايا داخل الكابينة. نظام التكييف زي ما احنا اتكلمنا عليه، نظام التكنولوجيا اللي هي متوفرة داخل الشاحنة، اللي هي بتخليني أتحكم في كل حاجة بكل بساطة وكل سهولة من غير أي تعقيدات. طبعا قلنا الاستهلاك الوقود. بالنسبه عارفين احنا في نظام الشاحنات اللي هو في نظام الاد بلو، اللي هو نظام التعامل مع العادم او معالجه العوادم الناتجه من الاحتراق. طبعا في النظام ده بيكون النواتج اللي طالعه عندي اقل تلوث للبيئه او مش ملوثه طبعا، زي الغازات اللي هي غير او العوادم اللي غير معالجه بنظام الاد بلو. في عندنا طبعا قلنا نظام الفرملة الموجود في الشاحنة، بيعتمد على توزيع الفرملة في الشاحنة تبعا للأحمال وتبعا لسرعات العجل، طبعا نتيجة الإشارات اللي بتيجي للشاحنة أو الكنترول من خلال الكنترولات الموجودة والحساسات الموجودة على العجل، وموجودة على اللي هو اللود سنسور أو اللود سيل اللي بتقرا لي الحمولة موجودة قد إيه على الأكس ده، من خلالها بيدي إشارة للبي إس بيفتح قد إيه ضغط هواء عشان يقدر يفرمل العجل الموجود على الاكس اللي هو محتاج يفرمله. فده بيكون طبعا توزيع ممتاز جدا للفرملة على الاكسات او العجل الخاص بالشاحن. نظام الامان طبعا في الشاحنة متميز، ان هو في عندنا حاجة اسمها انتي سيفت الارم، اللي هو نظام موجود في الشاحنة حماية الشاحنة من السرقة. ان هو بيدي الارم لما في حالة حد بيحاول يفتح الباب بدون مفتاح مثلا خاص بالشاحنة، بيدي ألارم اللي هو زي سيرينا كده، بحيث تنبه السائق أو صاحب الشاحنة إن في حد بيحاول يسرق الشاحنة. في نظام طبعا اللي هو نظام تشغيل الشاحنة من خلال اللي هو الكود أو الشفرة أو الإيموبلايزر، اللي هو طبعا إن المحرك بتاعي ما بيدورش غير المفتاح اللي أنا خاص بالشاحنة، اللي هو بيكون فيه شفرة بيقراها القارئ الموجود في مفتاح الكونتاك أو راكب على مفتاح الكونتاك. من خلال المفتاح ده بس الشاحنة بتدور، لكن لو مفتاح تاني مختلف فبالتالي الشاحنة مش هتدور. فده برضو نظام من نظام أنظمة السيفتي اللي بيحافظ على الشاحنة بتاعتي من السرقة. الخامات اللي هي مصنع منها الكراسي أو مصنع منها الكابينة من الداخل، بتحرص شركة مرسيدس إن هي تكون يعني أقل قابلية للاشتعال، ما تبقاش يعني سريعة الاشتعال، بحيث إنه لو حصل حريق داخل الكابينة ما تبقاش سريعة الاشتعال. المصابيح الأمامية طبعا أو الفوانيس الأمامية مصنعة بطريقة إن العدسة دي تبقى شفافة ونقية جدا، يعني مصنعة من خامة من الزجاج نقية، بحيث إن توضح رؤية أفضل بالليل في أثناء العمل الفترة المسائية. المرايات مصممة بكيرفات سبيشال كيرفز، بحيث إن هي تقلل المنطقة العمياء اللي احنا شايفين. عارفين طبعا إن كل مراية أو كل سائق بيبقى فيه منطقة عمياء ما بيقدرش يوصل لها السائق في المعدات او الشاحنات، فالمرايات بتاعت شركة مرسيدس مصممة بحيث ان هي سبيشال كيرفس عشان تقلل البلايند سبوت اللي هي المنطقة العمياء الخاصة بالسائق، تمام. يعني احنا اتكلمنا عن يعتبر اغلب المميزات بتاعت شاحنة مرسيدس اكتروس. هل في عيوب؟ طبعا اكيد في عيوب للشاحنة. عيوب الشاحنة اللي هي طبعا احنا ممكن نعتبرها مش عيوب، هي قصور موجود عندنا احنا هنا في ثقافة التعامل مع الشاحنات
اللي هي فيها تكنولوجيا حديثة، لكن هي ممكن متبقاش عيوب في دول تانية. ان اول حاجة طبعا العربية بالكامل فيها يعني تحكم كامل عن طريق اشارات كهربية وكنترولات، فدي ممكن احنا نعتبرها عيب. ان انا طبعا ممكن السائق عندي ما يبقاش عنده الثقافة دي انه يقدر يتعامل مع الكنترول ازاي، او يتحكم في العربية ازاي، او يدي غيار ازاي عن طريق ان هو عصاية بتعمل الكهرباء. برمجة طبعا لو في مشكلة حصلت عندي محتاج ان هو يبرمج الفتيس او يبرمج الدبرياج. ممكن حاجة بسيطة جدا في الكهرباء تخلي العربية ما تدورش، فهو لو مش عارف القصة دي او مش عارف العطل ده او مش فاهم الحاجة اللي هو شغال عليها، فبالتالي يعني هيتعطل كتير جدا بسبب تافه جدا في الدايرة الكهربائية. عندنا ايه تاني؟ ممكن الصيانة طبعا لو عندنا الميكانيكية او الكهربائية اللي شغالين في الشاحنات ما عندهمش ثقافة او فهم ان هو يتعامل ازاي مع حاجة كمبيوترايزد او التحكم فيه عن طريق كمبيوترات وسنسورات، فبالتالي هو متعود على اللي هو الشاحنات التقليدية اللي هي عبارة عن دوائر تقليدية ومحرك جاز تقليدي، مفيش اي فيه سنسورات طبعا ولا كمبيوترايزد ولا لوحة اي سي ام او في الاكترس اسمها ام ار طبعا. فبالتالي هو يعني هيبقى عنده الموضوع صعب شوية. فبالتالي انا كصاحب عربية هلاقي ان لا العربية دي مش كويسة، انا محتاج حاجة تبقى سهلة. وطبعا اكيد عندنا في ميزة، هي ميزة وفي نفس الوقت عيب بالنسبة لنا احنا، الميزة اللي هي دياجنوزيس. طبعا الشاحنات دي فيها نظام دياجنوزيس ان انا ممكن اوصل جهاز الاعطال واعرف المشاكل الموجودة في العربية من خلال جهاز كشف الاعطال. دي ميزة يعتبر ان انا مش هقعد وقت كبير جدا عشان اعرف العطل، لا ده هو من خلال جهاز هيديني كود، هيديني رسمة للمكان العطل فهوصل للعطل. لكن هي برضو عيب. ليه؟ لان انا دلوقتي نفرض انا كراجل صاحب عربية او كسائق على الطريق او مركز صيانة او شركة وعندها مكان صيانة ورشة بسيطة كده، فبالتالي انا كده لازم اجيب جهاز اعطال وده مكلف بالنسبة لي كشركة. فلا، لكن العربيات التقليدية ما كانش بيحتاج الكلام ده كله، اي عطل اي ميكانيكي بيصلحه، اي كهربائي بيتعامل معاه، وبعض الاحيان السواق بيصلح العطل على الطريق. لكن دلوقتي لا، لازم جهاز اعطال عشان اقدر اتعامل مع الشاحنة اللي هي الكمبيوترايزد، وده حال اغلب الشاحنات الحديثة مش الاكتروس بس. لكن احنا بنتكلم النهاردة عن أي حد هيشتري أكتروس أو هيتعامل مع أكتروس أو لسه هيبدأ التجربة دي. فهي العربية ليها مزايا كتير جدا، لكن العيوب اللي احنا بنقول عليها ما هياش عيوب، هي عيوب خاصة بينا احنا في التعامل مع هذا النوع من الشاحنات. إن هي عربية محتاجة ثقافة معينة، صاحب العربية يكون فاهم يعني العربية فيها كل حاجة، سنسورات كمبيوترات، إن موضوع الغسيل والمية، إن طبعا مش الموضوع بروح أي مغسلة، لأ لازم المغسلة بتوجه ليها أو بتعامل معاها يبقى فاهم إن في أماكن معينة ما ينفعش يجيب مية عليها، لأن ده هعمل لي مشكلة، هتعمل مشكلة كبيرة جدا بعدين. إن طبعا لو في فيشة كنترول دخل فيها مية أو وصل لها مية، أو الضفيرة بتاعتي مثلا جه عليها مية أو مادة معينة من مواد التنظيف بتاعة الشاحنات، ده هيعمل لي دربكة كبيرة وممكن يعطل العربية عن الشغل فترة كبيرة. فده محتاج ان احنا نغير ثقافة التعامل مع الشاحنات، احنا نتعلم ايه الشاحنة دي بتتكون من ايه، ايه الاماكن بتاعة الحساسات، اماكن الكنترولات، كل كنترول بستخدمه ازاي. طبعا احنا ما اتكلمناش عن كل المزايا، المزايا كتير جدا يعني، مزايا الشاحنة كتيرة جدا جدا وكلها تكنولوجيا يعني كل حاجة. طبعا احنا ما اتكلمناش عن الفرملة اللي هي الـ ABA اللي هو نظام الفرمله المساعده، الاكتيف بريك اسيستنت اللي هو فرمله مساعده، انه ممكن العربيه تقرا عن طريق حساس الرادار الموجود في الاكسدام لو في جزء بيتحرك قدامي وانا كسواق مش واخد بالي، فبيديني الارم اولا وبعدين بيدي اشاره لكنترول البي اس ان هو يفرمل العربيه. دي حاجه مهمه جدا وجميله جدا وتعتبر من اهم مزايا الشاحنه. نظام الاتصال، ان الشاحنه ممكن اتصل بالقمر الصناعي، نظام فيه تيليماتكس موجود في الشاحنه واتصل بالقمر الصناعي، دي مزايا كتير وغيرها. طبعا احنا يعني احنا اتكلمنا عن جزء بسيط جدا، وفي حاجات كتير جدا طبعا في الباور شيفت بتاع الترانسميشن وفي المحرك، يعني اكتر من ميزه. لكن العيوب اللي احنا ذكرناها اللي هي العيوب اللي بتواجهنا كصيانه وكتشغيل في مصر والوطن العربي، محتاجين نتعلم كتير عن الشاحنه دي عشان نقدر نتعامل معاها، وهي افضل بكتير جدا طبعا من الشاحنات التقليديه. يعني ايا كان بقى ان احنا مش عارفين نتعامل معاها في الصيانه، فنقول لا الشاحنه التقليديه في اي وقت بصلحها، اي ميكانيكي بيتعامل معاها، اي كهربائي بيتعامل معاها. لكن انت كده هتضحي بمزايا كتير جدا،
عشان انت مش عارف تصلحها او مش عايز توديها لحد متخصص يشتغل فيها. لا يعني انا انصحك ان انت تحاول تفهم العربية، تدخل على المواقع اللي بتنزل شرح عن الاكتروس، وان شاء الله القناة بتاعتنا يعني لو حابب ان انت تتعرف اكتر على الشاحنة تصفح الفيديوهات كده هتلاقي معلومات كتير جدا هتفيدك عن الشاحنة، سواء انت متخصص في الصيانة او حد اوبريتور او حد صاحب عربية اكيد هتستفيد وهتعرف معلومات مهمة جدا عن الشاحنة. اتمنى يكون استفدنا من الفيديو والناس استفادت معانا في الفيديو. الفيديو يعني معلش طولنا شوية، لكن احنا كان لازم نتكلم في النقاط دي كلها ونوضح ان العربية يعني مظلومة معانا شوية في حتة ان هي عيوب وهي عربية معقدة. لا هي مش معقدة، احنا اللي محتاجين نغير ثقافتنا في التعامل مع المعدات الحديثة او الشاحنات الحديثة ونتعرف عليها اكتر عشان نقدر نستفيد بالمزايا الموجودة فيها، وما نقولش القديم احسن والقديم اوفر والقديم ما بيتعبناش في الصيانة زي الحديث. لو اول مرة تتابعنا ان شاء الله ما تنساش تدوس سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو تدوس لايك وتفعل الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.